النهاردة في احتفالياتنا. الحقيقة الاحتفالية دي هي امتداد للي احنا عملناه بدأنا احتفالاتنا في قناة السويس. لكن كمن أهم معالم الشغل، أقول أهم لأن في جهود أخرى أنا مش هذكرها، هو مشروع تغيير الميكروباص القديم بميكروباص جديد في القاهرة. هذا المشروع لو قدرنا نطبقه على المستوى القومي احنا هنقضي على مصدر اساسي من مصادر تلوث الهواء. صحيح ان احنا بدين وطموحاتنا قد كده، بس انا طموحي كده، انا عايز اخلي البرنامج ده يبقى في كل محافظات مصر. برنامج بسيط جدا، في عندنا ميكروباصات 30 سنه و40 سنه زي ما سيادتكم بتشوفوها في الشوارع. الهدف بكل بساطه ان انا اخذ هذا الميكروباص اخرضه ثم اتيه لصاحب الميكروباص آلية تمويلية يقدر يروح يجيب الميكروباص اللي هو عايزه من اي معرض هو عايزه. قدرنا طوعية ان احنا نوقف 13 انتاج في 13 خط وننقل الانتاج الى خطوط اخرى، اربع خطوط اخرى. الاربع خطوط اخرى دي يوفر لهم التمويل بشروط ميسرة بيدفعها مشروع مكافحة التلوث الصناعي، بحيث ان هم يركبوا احسن فلاتر في الخطوط الجديدة ويقدروا يزودوا القدرة الانتاجية يعوضوا الانتاج. اتفاق وين لمصلحة الطرفين ومصلحة اكتر الصالح العام، وفي نفس الوقت الصناعة بتعمل الكلام ده طوعية، لا بنقفل ولا عملها طوعية. احنا فكرنا بطريقة تانية. وليه فكرنا كده؟ لان هناك ازمة طاقة. لما يكون هناك ازمة طاقة تبدأ الصناعة تبص على سكن بس او البديل الثاني، هاخد الطاقة منين؟ فطبروا زينا المخلفات الزراعية بكافة الانواع. اذا حضرتك حللت بس على قش الرز هتطلع مش اقتصادية، لان قش الرز بيشتغل 3 اشهر، مين اللي هيجيب استثمارات عشان 3 اشهر؟ احنا لا، احنا قلنا احنا هنستلف كل المخلفات الزراعية، الذرة والقصب والنخيل وتقليم الاشجار، كل ده نستخدمه يقود السنة، والطماطم والخضار والفاكهة، والفاقد يوصل 30% وبيترمي وبيتحرق، لكن احنا ما ناخدش بالنا منه غير في اكتوبر نوفمبر عشان الانعكاس الحراري للمناخ في القاهرة فبتبان، لكن هي طول السنة شغالة. يعني هي طول السنة بتتحرق او بتترمي في الترع او المصارف.